خلط الجيكتزم يعني هي الكثير على الموضوع تقاعد السن لأن ما عندناش وسائل باش نتابعوا ما كان يقال لهم لا جوجل ولا كذا عندهم شركة كثير المفاوضة أو الحوار مع الجانب الصيني اللي بدأت الجهة واللي تكون الصين كرئيس الجهة ماشي وليد معبد الحقيقة كان قبل لأن من أحد المهام الشديدة للجهة الأمورية هي هذه هو أننا نطلب على استثمارات من المهام ديالنا نهار نمشي نتقدمنا للمواطنة في المواطنة باش يصبحوا عندنا بلاد يقول لأن غادي نساهموا قدر المستطاع ماشي بواحد المهام هي شركائنا شركائنا هي الحكومة ديالنا هي المجالس المنتخبة الأخرى البلدية إلى غير ذلك غادي نساهموا في تخفيف البطالة غادي نساهموا في خلق استثمارات في هذا الإطار باشرنا كمجلس اتصالات مع كثير من البلدان ماشي غير مع الصين وحاولنا ما أمكن نخرجوا من الشركاء الكويتيين اللي كانوا خرجوا من فرنسا وخرجوا من إسبانيا كتعرفوا منطقة الشمال في كثير من المقاولات الإسبانية وفرنسية ونمشي ونيوروا لأننا ما نصيرش نحطوا البيت ديالنا في سلة واحدة من هنا جات الصين الصين الفرصة هو أنني كنت في جوهانسبورغ هذه ثلاث شهور وكان حاضر الحكومة ديالنا في شخص رئيس الحكومة آنذاك في القمة الصينية الإفريقية اللي كانت في جوهانسبورغ وآنذاك الصين عنات على استثمارات كبيرة في إفريقيا وعنات على الغلاف المالي كبير 60 مليار دولار اللي غادي نديرها كاستثمارات في البلدان الافريقية طبعا من شفت الرقم 60 مليار دولار كثير وعنو على حاجة أخرى على الخط أو على الخط الحريري البحري والبري حينما نقول الطريق الحريري البحري كان يتكلم مباشرة على أي لغة تطلق كان يتكلم مباشرة على الصين طنجة بحكم أن ابن بطوطة في طنجة استغليت هذا الرمزية وبديت كنحاول الصين هل يمكن أن تجيو بلد أو لجهة ابن بطوطة وما كيسميوها إقليم منطقة عندهم كيسميوها منطقة كي نجيو لا من نبدأ هل من حقنا أن نكون جزء من هذه الاستثمارات الكبيرة للصين في أفريقيا وبدينا في زيارات وفي نقاشات مع الفاعل الحكومي في الصين أنا ما ناقشتش مع الفاعل الخصوصي مش مع القطاع الخاص وبدينا في المناقشة على أن نوفروا لهم البيئة للاستثمار وكانت مناقشة حول استثمارات ذات طبيعة ثقافية كنخدموا حتى باش يكون عندنا أنجي ديال بلوبا الثقافية على غير الأنجي اللي موجود في الصين وذكرنا عن استثمارات على الطبيعة الصناعية واللوجستيكية والجهة اشتغلنا باش نوفروا لهم الظروف، الظروف شكون هي بالنسبة للفاعل الصيني؟ هو يكون لاكسي العالم عندنا طونجيني تكون البنية التحتية السكة والطرق باش يكون لاكسي يعني خصو لاكسي على العالم وخصو لاكسي من منطقة الصناعة اللي غيصنعوا فيها إلى الميناء وما كما كتعرفوا بأن في فحص الجرى كاين السكة الحديدية وكاين إذن هذا الشيء الرابع خصو يكون مطار كما كتعرفوا بأن طنجة في مطار نوباتوبا أيضا هاد العناصر بتكوين مراكز التكوين اللي غيشتغلوا يعني كان نقاش معهم انهم نعم نعاونكم ولكن ماشي غتشيبوا يد عامله من الصين يد عامله خصو يكونوا موجودين اذا هما طرحوا السؤال واش عندكم مراكز تكوين طبعا عندنا مراكز
كنت مبعثوش باش تعمل نفس فيديو في طنجه. النهار اللي درت طنجينات ودرت المنطقه الصناعيه ودرت المناطق الحره، الدوله المغربيه والحكومه المغربيه وفرات مراكز الدوله.